السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة سنة ستة هنكمل مع بعضينا درس الحملة الفرنسية على مصر، وبنتكلم عن ثورة القاهرة الثانية في مارس 1800 ميلادية. طبعا هنا الإجراءات اللي اتخذها كليبر ضد أهل القاهرة بعد ما عاد من اتفاقية العريش وبعد كل اللي حصل، كانت الإجراءات اللي اتخذها كليبر سبب كبير في قيام ثورة القاهرة الثانية بالنسبة للمصريين. طيب ايه الأحداث بتاعت الثورة دي؟ الزعامة المصرية قامت بالثورة، وطبعا كان على رأس الزعامة هو عمر مكرم اللي احنا قلنا عليه ان هو نقيب الأشراف، واختلفت ثورة القاهرة الثانية عن ثورة القاهرة الأولى من ناحية الزعامة ومن ناحية المكان اللي اشتعلت فيه الثورة. فالثورة القاهرة الثانية قامت من حي بولاق، فكانت بتوجد مخازن تموين الجيش الفرنسي. يبقى هنا سؤال، بما تفسر اول سؤال في الجزئية دي، بما تفسر قامت ثورة القاهرة الثانية في حي بولاق ليه؟ قال لي لانه كانت توجد به مخازن تموين الجيش الفرنسي، بحيث ان المصريين يقضوا على مركز قوة بالنسبة للفرنسيين اللي هو مركز او مخزن التموين بتاعهم، علشان ما يقدروش يهاجموا المصريين. نوصل بعد كده عندي ايه الاحداث بعد كده حصلت. ان الثوار حطموا ابواب مخازن الاسلحه بتاعت الفرنسيين واستولوا على ما فيها وقتلوا الحاميه الفرنسيه هناك، والثوره قعدت تستمر اكتر من شهر، ولكن تصدى لها كليبر بالقوه فقتل الثوار وبعض وامر بتدمير حي بولاق بالكامل بالمدافع، بالاضافه الى انه حاصر حي بولاق، فادى ذلك الى منع الغذاء عن سكان القاهرة. طيب يبقى هنا من أحداث الثورة قلنا إن حطم الثوار أبواب المخازن واستولوا على ما فيها وقتلوا الحامية الفرنسية بما فيهم طبعا القائد الفرنسي اللي كان موجود هناك، واستمرت الثورة لقد إيه؟ لأكثر من شهر، ولكن كليبر كانت النتيجة إنه تصدى ليهم بالقوة فقتل بعض الثوار وأمر بتدمير بولاق بالمدافع ومنع الغذاء عن سكان القاهرة. وطبعا دي صورة قدامي للزعيم عمر مكرم اللي هو كان نقيب الأشراف في الوقت ده، واللي كان اللي هو زعيم الثورة بتاعة القاهرة الثانية. نوصل بعد كده لنتائج ثورة القاهرة الثانية، وطبعا ده سؤال مقارنة مهم جدا، يجي لي يقول لي قارن بين ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية من حيث النتائج. طبعا ثورة القاهرة الأولى كان نتائجها قلنا إن نابليون فرض الضرائب والغرامات على المصريين، بالإضافة إلى إنه صادر الأموال والممتلكات وغيره كتير من النتائج اللي قام بها نابليون. هنا الزعامة المرة دي اللي هو كليبر اشتد في فرض الضرائب والإتاوات، يعني أنتوا مش عاجبكم الضرائب وبتقوموا عليها بثورات، طب إحنا هنشتد في فرض الضرائب علشان نعوض الجيش الفرنسي عن الخسارة اللي اتسبب فيها الثوار. كمان صادر الأموال والممتلكات، بالإضافة إلى زيادة غضب الشعب المصري على كليبر، زي ما احنا شايفين زيادة سخط الشعب المصري على مين؟ على كليبر. يبقى هنا نتائج ثورة القاهرة الثانية، اشتد كليبر في فرض الضرائب والإتاوات، صادر الأموال والممتلكات، ثالث حاجة زيادة سخط الشعب المصري على كليبر. وهنا نقطة مهمة جدا ما بين ثورة القاهرة الأولى والثانية، ممكن هنا يقول لي من قائد الحملة الفرنسية أثناء ثورة القاهرة الأولى؟ طبعا نابليون بونابرت اللي هو كان قائد الحملة الأول، ونتائج أو هنا قائد الحملة الفرنسية أثناء ثورة القاهرة الثانية هو القائد كليبر. طيب بنكمل بعد كده وبنقول إن بعد هدوء الأوضاع وإن الثورة خلاص انتهت، كليبر بدأ في إجراء بعض الإصلاحات. وهنا واحد يقول له مستر طب ما كده كليبر كان كويس إن هو بيعمل إيه؟ إصلاحات. لا تعالى استنى كده، هو ليه كليبر بيعمل الإصلاحات دي؟ قال لك لكي يلبي طلبات الجيش الفرنسي. طب الأول الثورتين اللي قاموا دول عندي كان لازم ينشئ بعض الحصون بالقاهرة والإسكندرية اللي هم أكتر مكانين كان فيهم الثورات، القاهرة والإيه؟ والإسكندرية. يبقى هنا كانت من بعض نتائج ثورة القاهرة الثانية إن كليبر بدأ في إجراء بعض الإصلاحات. ليه؟ قال لي لكي يلبي طلبات الجيش الفرنسي. زي إيه يا مستر؟ قال لي زي إنشاء بعض الحصون بالقاهرة والإسكندرية علشان يقدر يخمد أي ثورة يقوم بها المصريين بعد كده. وأثناء متابعة كليبر لهذه الإصلاحات
قام شاب اسمه سليمان الحلبي، وده سوري، قام بقتل كليبر أثناء تفقده لإيه؟ للإصلاحات، وطبعا ده كان في يونيو سنة 1800. وبعد مقتل كليبر كان أقدم ضباط الحملة الفرنسية سنا هو القائد مينو، ده اللي تولى قيادة الحملة الفرنسية بعد إيه؟ بعد مقتل كليبر في يونيو 1800. يبقى احنا النهاردة وصلنا مع بعضينا بنتكلم أو اتكلمنا في الأول عن ثورة القاهرة الثانية، وقلنا إن الثوار حطموا المخازن التابعة للجيش الفرنسي اللي هي بتاعت المؤن والأسلحة بتاعتهم. كانت النتائج قلنا إن كليبر اشتد في فرض الضرائب على المصريين، صادر الأموال والممتلكات، زيادة سخط المصريين على كليبر وعلى الحملة الفرنسية. قلنا بعد هدوء الأوضاع كليبر بدأ يجري بعض الإصلاحات علشان يلبي طلبات الجيش الإيه؟ الفرنسي، ومنها إنشاء بعض الحصون بالقاهرة والإسكندرية. وأثناء متابعته لهذه الإصلاحات قام شاب سوري يدعى سليمان الحلبي بقتله في حديقته في يونيو 1800، وبعد مقتله خلفه أقدم ضباط الحملة وهو القائد مينو. نوصل بعد كده لنهاية الاحتلال ورحيل الفرنسيين عن مصر، وده كان في عهد مينو في سبتمبر سنة 1801، كان نهاية الاحتلال الفرنسي. الحملة الفرنسية ما حققتش أي أهداف جت من أجلها لمصر، سواء كان الأهداف الرئيسية بتاعتها اللي هي قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها، وده كان من أول لحظة إن إنجلترا دمرت الأسطول الفرنسي ووقفت عند موانئ الإسكندرية أو على شواطئ البحر المتوسط، ومن هنا كده ما قطعتش الطريق. طب ايه كمان يا مستر؟ ما نجحتش ان هي تخلي مصر قاعده لايه؟ لمستعمراتها في الشرق. وهنا الكلام ده كله كان ليه؟ قال لي بسبب تفوق انجلترا البحري. ده بس يا مستر؟ قال لي لا، وسبب تعدد ثورات المصريين. بس يا مستر؟ قال لي لا، ده في عنصرين تاني موجودين جوه مصر، وهي مقاومه العثمانيين والمماليك، وظهر ده في شبرخيت وفي امبابه، وظهر كمان في اللي هي كانت عندي موقعة أبو قير البرية بقيادة العثمانيين ضد الفرنسيين. أدى ذلك إلى أن الجنرال مينو توقع أو قام بتوقيع اتفاقية مع ممثل الجيش الإنجليزي. يبقى أنا عندي هنا في اتفاقيتين، اتفاقية العريش قلنا عليها دي برضو فشلت، أما الاتفاقية الثانية اللي هي توقعت مع جيش أو مع ممثل الجيش الإنجليزي لخروج الجيش الفرنسي بالكامل بكامل معداتهم عن مصر على متن سفن إنجليزية، ده بسبب رفض إيه؟ بسبب رفض كليبر المعاهدة اللي حصلت، ومرديش يخرج من مصر على إيه؟ على متن سفن الدولة العثمانية كأسرى حرب. فهنا نهى أو نهاية الاحتلال الفرنسي في سبتمبر 1801 كان بسبب عدم تحقيق الحملة الفرنسية لأهدافها بسبب تفوق إنجلترا البحري وتعدد ثورات المصريين ومقاومة العثمانيين والمماليك. أدى ذلك إلى توقيع الجنرال مينو اتفاقية مع ممثل الجيش الإنجليزي لخروج الجيش الفرنسي بكامل معداتهم عن مصر على متن سفن إيه؟ إنجليزية. وده بالنسبة لنهاية الاحتلال الفرنسي عن مصر، وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم في الدرس القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.